لقد تم عقد قيراني، قبلات وأحضان تجمع بين بيان لنجاوي وزوجها السري مجهول الهوية. نشرت مدونة الموضة الشهيرة والناشطة السعودية بيان لنجاوي فيديوهات وصور من عقد قرانها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وسناب شات، حيث كانت فرحتها واضحة وكتبت: أجمل يوم في حياتي، لقد تم عقد قراني. وكانت قد نشرت في البداية صورة جمعتها بوالدها وكتبت: الله يخليك لي وما يحرمني منك يا أطيب قلب. واللافت بالموضوع تعمد إخفاء بيان لهوية زوجها، ما طرح عدة تساؤلات لدى المتابعين، كما اختارت ظهور لقطات خلفية له والاكتفاء بجزء بسيط من وجهه، في حين أنها عمدت إلى إظهار حالة الحب والرومانسية بينهما ونشر القبلات والأحضان على العلن. أجمل نساء الدنيا جوا عيني أنت. وفي هذا السياق، فقد انتقد المتابعون إخفاءها لشخصية زوجها، إذ يعتبرون أنه من حقهم الاطلاع على هذا الأمر ومعرفة من هو زوجها، فهم يتابعون جميع أعمالها ويدعمونها، فكيف لها أن تخفي هكذا أمر عنهم؟ وكما شاركتهم في خاصية ستوري عددا كبيرا من الصور والفيديوهات من حفل عقد القران، كان يمكنها ببساطة كشف هوية زوجها وإظهار وجهه.